زار قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قندي الخليل فوج الطوارئ الرابع في قضاء الدجيل، وحضر تنفيذ تظاهرة صول الدرع الدجيل لتطهير بناية. وشدد اللواء قنديل على ضرورة فرض هيبة القانون ومحاربة الخلايا النائمة من خلال تفعيل العمل الاستخباري والالتزام بالتدريب لمواجهة العصابات الإرهابية التي تعتمد في قتالها على الأساليب غير النظامية. كما أكد على أهمية الاستفادة من خبرات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، مطالبا الجميع بمواكبة التطور في التدريب خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا للتمييز بين القطاعات الصديقة من العدو. واضح حمود واضح.